مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وزلنا بننقل لحضراتكم أحدث وقائع معركة أين الله الجزء 91، وعنوان حلقتنا موقف ابن تيمية من الأشاعرة. نفي صفات الله عن طريق التأويل أو التفويض عند الأشاعرة ده بيسموه التنزيه، بينزه الله عن النقائص، وإن التأويل والتفويض وجهان العملة واحدة. والأشاعرة أخذوا عقدتهم من المعتزلة وهذبوها، واحنا عملنا حلقات وشفنا امثله قبل كده من مجله الازهر انهم ازاي اخذوا من المعتزله عقيدتهم وهذبوها. عشان كده غلاة الحنابلة الوهابيه سموا الاشاعره مخانيس المعتزله. وخلينا نشوف الشيخ عبد الرحمن الحجي وهو بياكد الكلام ده عن الاشاعره في الفيديو اللي جاي. المراد ان الاشعريه خبث محض، وهم صدق من سماهم مخانيث المعتزلة والجهمية. إن كان أهل الحديث هم الذكور هم الفحول، كما قال الزهري الحديث ذكر لا يحبه إلا ذكور الناس ويكرهه مؤنثهم. وإذا كانت الجهمية والمعتزلة إناث ومذابهم واضح كفر واضح، فإن الأشعرية هم أخبث حتى من الجهمية ومن المعتزلة، ولكنهم مخانيث لا ذكور ولا إناث، ولا يستفاد منهم لا في حمل ولا في إنجاب ولا في شيء إلا إفساد الدين. طبعا كل الألفاظ اللي قالها الشيخ عبد الرحمن الحجي مكتوبة في الكتب السلفية، مخانيس المعتزلة والجهمية، وسمى أهل الحديث بالذكور والفحول، ومذهب الأزهر هو الأشعرية، وعلماءه بيقول عليهم أخبث من الجهمية ومن المعتزلة، لكنهم مخانيس لا ذكور ولا إناث، أفسدوا الدين. وخلينا نشوف الكلام ده في فتوى إسلام ويب، وشوفوا معايا السؤال بيقول إيه. هل يصح عن ابن تيمية قوله الأشعرية مخانيس المعتزلة والمعتزلة مخانيس الفلاسفة وما معناه؟ بعد شوية كلام كده راح قال إيه؟ قال الدكتور عبد الرحمن المحمود في رسالته العلمية موقف ابن تيمية من الأشاعرة، قال شيخ الإسلام بعد ذكره لهذه الأصول الاعتزالية مخاطبا الأشاعرة وإنهم شركائهم في هذه الأصول كلها، ومنهم أخذتموها وأنتم فروقهم فيها، كما يقال الأشعرية مخانيس المعتزلة والمعتزلة مخانيس الفلاسفة، لكن لما شاع بين الأمة فساد مذهب المعتزلة ونفرت القلوب عنهم صرتم تظهرون الرد عليهم في بعض المواضع مع مقاربتكم أو موافقتكم لهم في الحقيقة. ثم يذكر شيخ الإسلام بعض الأمور التي شابه فيها الأشاعرة المعتزلة. وقال الدكتور خالد المصلح في شرح العقيدة الوسطية بعض أئمة السلف يسمى الأشاعرة مخانيس المعتزلة لأنهم لم يتمحضوا بالاعتزال ولم يسلكوا سبيل أهل السنة والجماعة، بل لفقوا بين حق وباطل. وقال الدكتور سفر الحوالي في شرح الطحاوية المعتزلة في الأصل منشقون عن الجهمية، ولهذا قيل المعتزلة مخانيس الجهمية والأشعرية مخانيس المعتزلة، يعنون بذلك أنهم كالخنثى التي ليس بذكر ولا أنثى. فالجهمية الذكور هم الذين جهميتهم خالصة وهم أصحاب جهم، أما المعتزلة فهم جهمية إناث، والمعتزلة الذكور هم أتباع واصل ابن عطاء، أما الأشعرية فإنهم معتزلة إناث، وأي فرقة تنشق عن فرقة فإنها تعاديها أكثر من أي فرقة أخرى لم تكن منها أصلا، وهذه سنة في التاريخ الفكري والعقائدي. ثم أن هذه العبارة ليست بدعا من كلام شيخ الإسلام، بل قد سبقه إليها غيره من أهل العلم. وباقي الفتوى طبعا يعني لو هترجعوا لها بتأكد نفس الكلام اللي حابب يرجع ليها. ودلوقتي هنشوف الشيخ الأشعري الشيخ جيل صادق وهو بيأكد التوحيد الحقيقي لله عند الأشاعرة هو نفي الصفات على حقيقتها عن الله. شوفوا معي مع بعض. وقال علماء آخرون الأحد معناه الذي لا يقبل الانقسام والتجزؤ، لأنه سبحانه ليس جسما مثلنا، لذلك لا يقبل الله الانقسام، لأن الذي يقبل الانقسام هو الجسم، والجسم مخلوق، والله خالق ليس مخلوقا، لذلك فالله منزه عن الجسمية، أي أن الجسمية منفية عن الله، لا تليق بالله، وليست من صفات الله. والشيخ جيل صادق بيقول إن إثبات أي صفة لله على حقيقتها ده تجسيم لا يليق بجلال الله، والتوحيد الحقيقي لله هو نفي كل الصفات على حقيقتها عن الله، لأن أي إثبات
لأي صفة على حقيقتها لله، ده معناه إن الله يقبل الانقسام والتجزؤ وهيبقى عندنا أكتر من إله. يعني بعبارة سهلة وواضحة، الأشعري الشيخ جيل صادق بيقول نفس كلام المعتزلة عن التوحيد، عشان كده ولاة الحنبلة الوهابية سموهم مخانيس المعتزلة. ونشوف مع بعض الشيخ ابن جبريل في الفيديو اللي جاي وهو بيشرح مين هم المعتزلة وإيه معنى التوحيد عندهم. نشوف مع بعض. المعتزلة أولهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء في القرن الثاني، هؤلاء أول من أظهر هذا الاعتزال. ذكر أصولا خمسة سموها بأسماء حسنة. الأصل الأول التوحيد، ويريدون به تعطيل الله عن الصفات، فيقولون إن إذا قلنا الله قديم والسمع قديم والبصر قديم والوجه قديم والعلم قديم والقدرة قديم، لازم تعدد القدماء، فلا نثبت إلا الذات. هذا معنى التوحيد عندهم. نقول كلام الشيخ، يعني يا أشاعرة يا شيخ الأزهر يا علماء الأزهر، كل حاجة أخذتوها من المعتزلة حتى التوحيد. ده توحيد الأشاعرة نفس توحيد المعتزلة بالظبط، لكن الأشاعرة أولاً بيلفوا ويدوروا ومش بيقولوا إحنا بننفي الصفات زي المعتزلة، لأ دول بيأولوا ويفوضوا النتيجة واحدة زي ما أثبتنا لحضراتكم في حلقات كتير قبل كده. والنقطة دي اتكلم عنها الشيخ الجامي، ونشوف مع بعض هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. المعتزلة نفوا واستراحوا وأراحوا خصومهم، ولكن الأشاعرة قالوا لأ نؤول تأويل. من أين تأخذوا هذا المعنى المؤول إليه؟ من العقل. وزي ما شفت حضراتكم الشيخ الجامي هو بيقول إن المعتزلة استراحوا وأراحوا خصومهم لأنهم من الأول نفوا كل الصفات، لكن الأشاعرة قالوا لأ إحنا هنأول أو هنفوض وكله بالعقل. ونرجع مع حضراتكم لكلام الشيخ البراق من كتاب تعليقات الشيخ البراق عن المخلفات العقدية في فتح الباري. شوفوا معايا بيقول إيه. ولفظ الجارحة لا يطلقه أهل السنة لا نفيا ولا إثباتا، لأنه من الألفاظ المهملة المبتدعة، فلا يقولون إن عينه جارحة أو ليست جارحة، والنافون لحقيقة العين. منهم من يفسرها بالبصر كأهل التأويل، ومنهم من لا يتعرض لها بتأويل بل يثبت اللفظ من غير فهم المعاني وهم أهل التفصيل. وزي ما شايفين حضراتكم إن الشيخ البراق بيقول الدين اللي بينفع حقيقة الصفات يا إما يأولوا أو يفوتوا، وإن أهل السنة اللي هم غلاة الحنبلة الوهابية مش بيأولوا ولا يفوضوا، لأنهم من البداية مش بيقولوا إن إثبات صفات الله على حقيقتها معناه إن الله ليه جوارح أو أعضاء، بعكس الأشعرة بينفوا صفات الله على عن طريق التنزيه أو التفويض، وده هو التوحيد عندهم، وإنهم أخذوا عقيدتهم من المعتزلة، عشان كده غلاة الحنبلة الوهابية بتسميهم مخانيس المعتزلة. وتابعوني في الحلقة الجاية عشان نواصل مع بعض أهم شيء في العقيدة وهو التوحيد، ونتعرف على التوحيد عند الأشعرة وغلاة الحنبلة الوهابية. وإلى اللقاء. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.